IFM. IFM, le meilleur de la musique. Cerise sur le gâteau. Salut, c'est Cerise sur le gâteau, ou j'ai peut-être comme Liuma, recette tal macaron. باش نعملو ماكارون حاشة 125 غرام بودرة داموند 225 غرام سكر محاور 4 أبيض عظمة 30 غرام سكر مرحي وكولورون أليمونتيغ هاكا يتباع في المكازانات الكبار نبداو نحضرو في الماكارون بتاعنا نخلطو السكر المحاور مع البودرة داموند في ميكسور ومن بعد نصفيهم بالصفية يلزم البودرة تولي رطبة على الأخر توا نطلعو أبيض العظمة أون نيج نزيدو عليه السكر والكولورون بشوية بشوية وإحنا باقي نخلطو حتى لين أبيض العظم يشد روحو نزيدو توا عليهم السكر المحاور والبودرة داموند ونخلطو بالسياسة بالسياسة بمغرفة اللوح نعملو توا كعاب صغار نحطهم على طبق الفور اللي تلقانا حاطين عليه بابي سولفوريزي باش ما يلصقش نخليهم يرتاحوا 15 دقيقه تعبناهم حتى احنا بالتخليط توا بعد 15 دقيقه نحطهم في الفور سخون 140-150 درجه ونخليهم 10 دقائق هكاكا وباب الفور نخليه محلول شويه زاده كي تيبو نخرجوا طبق من الفور نخليهم يبردوا وتوا نحطوا في الوسط بين كل زوز كعبات ماكارون الحشو اللي نحبوه باغ اكزومبل كريمه بالزبده ولا شوكولاته بيضه ولا حاجه بنينه برشا كي تعملوا ماكارون بالفستق نعملوا الحشو نتاعو عسيده فستق بنينه سيتي سوري سور لو غاتو باي باي سوريز سور لو غاتو